دحوها وراها. باي باي باي. يا جايز ما تتخيلون علي شو الاشتراك. هلو جايز، طبعا اليوم ماخذتكم وياي حتى نروح نشتري سيارة. السيارة فينتج من الثمانينات. طبعا هي علي اشترى السيارة بس أنا هم راح أركبها، مو سيارة حتى نسوقها للاستعمال اليومي، لا بس سيارة حتى هيك نفرفر بيها نتونس بيها. سو لقينا سيارة، خليني أشوف لكم إياها. أنا I'm so excited. اغنور الشكل لأن من الصبح محاطة مكياج، جينا ركض ركض والشمس بعيني وكلش قوية وخشمي طالع كلش كبير. علي قاعد جوا بالأوفيس دي يخلص أوراق مال السيارة. خليني أشوف لكم إياها. السيارة مرسيدس تخبل بعض ديتيلز، يعني أوه ماي جاد. مرحبا حبيبي. طبعا اشتريناها من شخص فلسطيني من عربي العربي. علي شو شعورك؟ والله فرحان. شو لا تخرب نعلى على شو لا تخرب. السيارة علي لوف وتشوفوها صفح. علي شكله كلش متونس هسه. طبعا السيارة اوتوماتيك مالتها الجير، فمعناها اني هم اقدر اسوقها. علي جاي من الافلام. هلو حلوه. علي تخبل. جديده قديمه. جايز قبل ما افوت اسبح خلي اشوف لكم شنو لبست من رحنا جبنا السياره. لبست هذا التانك توب، لبست هذولي السويت بينز، وهذا الحذاء. اشوفكم ورا الحمام. جايز طبعا خلصت حمامي مثل ما تشوفون، هسه دا اسوي سموذي، واحد لي وواحد لعلي، فخلي اشوف لكم شنو راح احط بالسموذي مالتي. هنا انا اوريدي حاطه فروزن بانانا وفروزن ستروبريز، معناها موز مجمد وفراوله مجمده، وهذا هم تشيز بي بيريز. البيريز اللي بي اللي هو بلو بيريز، بلاك بيريز، وراسبيريز، هذول يعني مثل التوت، خليط مال توت. وهنا انا عندي سبيناغ بيبي سبينج، وراح احط حليب اللي هو almond milk اللي هو حليب اللوز. طبعا اذا تسمعون صوت طيارات، اكو طيارات يدورون على واحد، مدري يكمشون واحد، ما ادري شو مسوي جريمه. هسه احط ملعقتين من هذا الكولاجين بيبتايد. الكولاجين طبعا كل زين للبشره، لكل اشياء بصراحه، للجسم عامه الكولاجين كلش زين. وطبعا اشترينا ماكا باودر، علي يقول انه كلش زين للهيلث، انا بصراحه هاي اول مره راح اجربها. 1 تيبل سبون فراح احط ملعقه شويه. اوكي جايز جبت السموذي هنا وابلش وياكم المكياج مالتي السريع. طبعا انا بمكياجي اليومي ما احط برايمر، ما احط فاونديشن، راسا ابلش بالكونسيلر. الكونسيلر استخدمه هذا من مايبلين ايج ريوايند، طب راح يخلص وباقي بي اي شيء بس راح نستخدمه اليوم. فرشة واسوي بلندنج للكونسيلر. دا تشوفون الكونسيلر وين حاطته؟ حطيته هنا 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 هنا. عندي شويه وحمايه على خشمي وعلى حنشي، وعندي اثر حبايه هنا، وها هي. دائما اوصل الكونسيلر على هاي المنطقه لان من تفتحون من هاي المنطقه تبين العين اكبر. استخدم هذا الكونسيلر من جيفري ستار، افتح من الكونسيلر الاول واحطه هنا وهنا فقط، ليش؟ حتى يسحب العين ويرفع من عندها. نفس الشيء على هاي العين. طبعا بهذا المكياج انا احط باودر اخر ستيب، لان اكثر الاشياء اللي دا استخدمها هي كريمي، فهسه راح ابلش احط
احمر الخدود or blush، ودائما احط شويه بلاش على رقبتي حتى رقبتي همس شويه يصير بها حمار وما تبين نشاز ويا باقي الوجه. مرات اكتفي بالبلاش وما احط برونزر، بس اليوم راح احط وياكم برونزر. هذا البلاش اللي استخدمه كلش احبه، راح استخدم هذا البرونزر هم من فينتي بيوتي، هم كريم برونزر. مثل ما قلت لكم اكثر الاشياء اللي دا استخدمها هي كريمي، وكلش احب لونه لان صدق ما يبين، خاصة من السهولة بلندينج بطريقة كل زينة. علي نصي شوية مسدودة، نصي بس شوي. علي بلش يلعب جايز. anyway خليني أخلص هسه بالمكياج، راح أسوي كونتور سريع للخشم نفس البرونزر. الخشم شو بسرعة يصغر يصير هيجي انحف ماجيك، اتس ماجيك. وراح استخدم هذا البرو بنسل من بنفيت. اول شيء اطوخ الانت مالتي الحواجب، اسوي هاي المنطقة اطوخ منطقة. انا عندي شعرايات اقل فبس شوية هم اضيف بيجمنت. هاهي هذا كل اللي اسويه على حواجبي. هسه راح استخدم مثبت الحواجب هم من بنفيت، بس كلش دي يعجبني انه الحواجب تكون هيك مبينه انه طويله، عرفتوا شلون؟ يعني بوشي لوك كلش عاجبني. هسه راح استخدم هايلايتر من كايلي بدايه العين اكيد، احط هنا بس هنا بس هنا، ما احط على طول الخشم حتى يبين الخشم طولاني، احط بس هنا وهنا حتى يبرز الحنج اكثر. وهسه راح استخدم هذا هولا برونزر. طبعا انا اوريدي حطيت فنتي برونزر مثل ما شفتوا الكريم برونزر، بس هسه راح احط باودر حتى يثبته بمكانه، بس ما احط كلش هوايه كلش قليل. هسه اجيب فرشة ماكو عليها اي برودكت واسوي ميكسينج خاصة هنا حتى ما تصير عندي خطوط، يعني هنا ما احط اي شيء فحتى ما اخلي خطوط، بس هيجي اسوي بلندينج. تقريبا خلصت من المكياج، ابغى بس احط مسكارا، والمسكارا دا استخدمها اخر وحدة نزلتها هدى بيوتي كلش احبها. وصراحة انا احب اللوك مال المسكارا من تبين انه عبالك I'm wearing fake lashes، بس اني هي مش الحقيقية. اوكي جايز هسه خلصت تنظيف المسكارا، طبعا كلش احب شكل المسكارا هيجي. طبعا مو كل العالم تفضل هيجي اللوك انه تبين انه انتي حاطه مسكارا، بس انا احب مو دائما حسب اللوك، بس اذا ما اكون حاطه مكياج واريد هيجي عيني تطلع كلش بارزه احط كلش هوايه مسكارا واحب هذا اللوك. هسه طبعا اقدر احط برونزر بس على كسره العين، بس هيك دا اضيف شويه لون تشوفون. بس أنا دا استخدم هاي الباليت من أنستازيا بيفرلي هيلز اسمها مودرن رينيسانس. راح استخدم هذا را سيانا، طبعا خلصنا من مكياج الوجه ذاتس ات، ما راح احط اي شيء ثاني على وجهي، فراح استخدم هسه هذا المثبت من مورفي. راح استخدم هذا القلم من كي كي دبليو اللي هو نود 2. بس حطيت فوق وجو. هسه اللي استخدمه من كايلي اسمه كوكونات، هو صاير هم نود بس شويه افتح من النود 2 مال كي كي دبليو. النود 2 مال كي كي دبليو كلش غامق، هذا شويه افتح اخلص بيه رسمه الشفه. هسه راح استخدم هاي الميني مات لبستيك من انستازيا بيفرلي هيلز اسمها كيس، اسمها بوسي.
كلش حلو لونها. وراح احط جلاس لان صار كل شوي احب الجلاس فينش، فراح استخدم هذا الفنتي كلير جلاس اسمه جلاس سليبر. احبه يكون هنا وهنا اكثر شيء، فهناك اركز. خلي اسوي شعري بطريقه كلش سريعه. راح اسوي لو سليك بوني تيل، معناها ربطه شعر ناصيه وتكون سليك. نشط الشعر لحد ما احسه كليته صار سليك. مثل ما تشوفون حاطتها كلش لو بهالطريقه. هسه اذا تشوفون هاي الشعرايات احسن شيء تخلصون منها هو موس، وتجيبون من هاي الفرشه. تشوفون هذا شكل الفرشه، هاي احسن شيء للشعرايات الناعمات. هيجي احطه هيجي بهالطريقة. هاي الفرشة تنقذ حياتكم، ويا موس تنقذ حياتكم جديات. طبعا تريسيمي اكثر موس حبيته. تشوفون صار شعري ارتب من مستقبلي. That's it guys. خلي اروح ابدل بسرعة وارجع لكم. هذا الاوتفيت، هذا جربته وياكم من فاشن نوفا، هذا من ذا كريبت هم جربته وياكم، وهذا الحذاء. فصار الاوتفيت كالاتي. شو رايكم؟ سو كيوت. هسه راح نطلع نفرفر بيها اشوفكم اياها من جوا. ام سو اكسايتد. فاليوم من الايام نفتح السياره لانكشف، بس هسه ما اقدر اساعد علي لان كلش ثقيله. هلا وشله. لا خاف رمش. رمش نايم. قلتي بلون؟ يس. جايز اني كلش سعيده هسه حاليا بهاي السياره. ام سو ستوبيد والله، بس يعني ام سو هابي وذ ات. اتس سو اكسايتنج. باع اللي اشترينا السياره من عندها فلسطيني، فباع المفتاح. باعوا السياره من جوا والله كلش كبيره. باع لي يقول السكان كلش كبير. سمين اي كلش كبير. هاي؟ يس. ما سيارة قديمة. هاي سيارة بس اثنين يركبون بيها. بعد هذا السكان. ها شو السكان هذا؟ احس الاشياء. جير جير. هذا السكان وهذا الجير. احس السيارة ما بيها كم اشياء. 1981 يعني جد عطينا بيها. صح لو لا؟ احس السيارة شوية فارغة. واو. صح. احلى طبعا احلى. باع المراية. هنا شنو علي؟ شنو؟ هذا التبريد مكيف. وهاي مال الراديو. وهذول شنو؟ هذا ضوء. هذا ضوء مال داخل. هاي الاريان يطلع لي برا. طبعا يا جماعه السياره احنا اخذناها شوي قديمه، تحتاج شوي شغل، اعدل شوي، لازم شوي تعدل بيها. طبعا لقيت السياره على الفيسبوك، دورت عليها ومدري شنو، لقيتها هي هاي. بعدين هسه دزيت له مسج الرجال، طلع واحد من فلسطين. دزيت له مسج قلت له هاي ممكن نجي اشوفها؟ يقول لي موجوده تعال. نفس اليوم رحت شفتها. والله ساعه لازم رحت شفتها. شفتها حبيتها وخلاص اخذتها. طبعا انا مشتري سيارات هواي قبل والله، بس يعني هاي اكثر سياره يعني مو اكثر سياره، بس ثاني اكثر سياره يعني صدق متحمس لها. صدق يعني ما ادري اول ما شفتها وانت كنت تسوقها صدق عبالك طالع من الافلام. لونها قصتها ارا نو هي لعبه يعني. انا احس السيارات اذا انتم تحبون السيارات اتس لايك ا توي اتس اكسسوارز مجوهرات يعني ما ادري. ما احزرها كل يوم يعني لعبه بالضبط. ليه تخيل ما احزرها كل يوم يعني مو زيارتي اليوميه طبعا مستحيل. ماد من ما ادري شنو ايام ماد من. اي صح ماد من. اي بس تعال دخل سيجار. السيارة سنتها مثل ما قلت لكم 1981 يعني 1981. اسمها مرسيدس 380SL. 380SL. انا يوم فرحانه بالسياره بقد ما علي فرحان، انا يوم كلش فرحانه لان انا يوم اقدر اسوقها. واو راح ناخذ صور هنا ويا العنعن. الفتحه مالتها من هنا. الانتيريور مالتها جوزي. ارجع اشوف لكم المفتاح. واو شله شله سيارة جديدة. واو I love it.
انا هسه ما اقدر اسوقها علي، خاف لانه البريك مالتها مو كلش قوي بعده، واكو اشياء يريد يصححها. يعني احسن للسياره واحسن الي ما اسوقها هسه من ورا ما يخلص المينتنس مالتها كل شيء يصحح. يلا اسوقها بس اتس اوكي ما يخالف، انا اركب بيها بس انا متعطل بيك يعني على ما العب وحده متعطل بعدين علي. جايز طبعا الشباك مو من هذا اللي تسووا له هيجي مثل الماكينه، لا اتس الكتريك. عمي اي مرصدش عبالكم هيجي صعد الشباك هنزل الشباك. اريد بيوم من الايام اسوي تشالنج. يس اريد في يوم من الايام اسوي تشالنج افتح السقف واقضي اليوم كليته بهاي السياره، يعني لازم اخلص اشغالي بهاي السياره. I think I'm gonna have fun لان انا اوريدي حابتها، بس اريد اسوقها، بس اريد علي يعدل الاشياء اللي يحتاج لها تعديل حتى انا اسوقها. Make it safe. هو مخزن اللي ورا. طبعا سياره كل شيء ما نعرف عنها جايز، قبل كم ساعه يعني صار 4 ساعات من اشتريناها، 5 ساعات من اشتريناها، كل شيء ما نعرف عنها. كل يوم راح نستكشف عنها شيء جديد. علي شنو شعورك تسوق هاي السياره؟ هسه هذا انترفيو صغيروني ابو سؤال واحد. والله الشعور يعني صراحه كلش حلو. صدق؟ يعني الشيء يختلف. يعني اما اللي يضل تكنولوجي ما ادري شنو. بس احس كل شيء اللي تحتاجه بالسياره موجود، اذا بلوتوث موجود، تبريد موجود. بعد شو احتاج؟ ذاتس ات. احتاج بلوتوث وتبريد. Hey man, you gotta wash it though. Take care. You good, you good, bro. Take care, man. شو رأيك؟ طبعا احنا كلياتنا نحب يجي سيارات، so we're so excited. متحمسين. خالد احكي افكارك out loud. شو افكارك؟ شو رأيك man؟ I don't know, it's different. It's حلوة. It's a vibe man. Yeah man. واو ترى كلش كبيرة. واو يعني الشعور مال الواحد يسده ويفتحه كلش حلو. افتحه تحط واحد ميت فيه طبعا. شنو هالفكرة هاي؟ ويتش وان؟ هاي؟ هاي؟ اوه واو ترى صدق احلى من السيارات الجديدة. يعني انه شعور يختلف. صدق شعور يختلف. شنو؟ ايش طيب ما تسوي؟ لطفي أكفي تأكل. والله إذا ما تفتحوها لا، والله إذا علي والله أموت. أموت خوف. حتى أكو هاي باعي قنفة. علي. لا لا أكو يعني كذب خوشة. لا. تعال 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 سيد الباب تعال. شنو الفائدة؟ تعال سيد لحظة يلا سيد. هذا رقم مو ماتي جايز راح يتبدل. افتحوها وراها. باي. باي باي. سيدي. صح من تفتحهم فد شيء غريب ما ادري كل شيء من تفتح فد شيء غريب اول ذا سكول واحنا بحياتنا راكبين اول ذا سكول بيتي ترى اقول لعلي اريدها تصير سيارتي اليوميه بس يقول لا هاي السياره مو اليوميا ممنوع. اوي انفتحت بسرعه شو دقيقه هذا شنو الواير اللي هنا؟ There's a wire attached to the shit. No, it's not attached. Okay, ما منزوق. Whenever حطه جوا منا. والله شعري زين بقى هيجي مع انه انا ما حطيت حراره عليه، لو احط حراره وسشوار وصدق اعدله وانزله ومثلا اسرح الطبقه الفوق او ماي جاد يطلع كلش صيف، بس عشان عندي هوايه وقت بصراحه بدي اخلص بسرعه وشعري كان بعد مبلل.
من يكون ناشف يكون أحسن بصراحة، خاصة الطبقة الفوق، مو إلا كل الشعر بس الطبقة الفوق. بس I think it's holding so far. أكو حديدة. From my way. أكو حديدة. مثل ذا كم اللي قدام هنا. Guys أرفعوا هذا أصور لكم شيء يصير. Yeah, صوريها so you can take a look at it. يلا. دقيقة على كيفكم. بعدنا بدنا نحاول نفتح السقف. كل واحد يشوف فيديوهات. I'm just gonna give up. Maybe we're gonna just do it whenever I go fix the pot. هذا الشيء ما أدري نعرف شلون نفتحه. رحبتي أني. ممكن ما تشوفون السيارة هي مفتوحة اليوم، لازم تنتظرون تشوفوها بغير يوم، فلذلك أنا أريد أكون شوي أفتحها هسه حتى أشوف لكم إياها من هسه. بس وين الفتح؟ خلاص ما راح أقدر أشوف لكم إياها. لازم غير يوم لأن ما نعرف نفتح، أنت تنفتح من هنا بس ما تنفتح من ورا. فشلنا. We actually did. Guys طبعا بدلت سيارات هسه أنا بسيارتي. لأن لازم أروح أتسوق أشياء مسواق يعني عادي أكل، فطلعت من البيت حتى أروح أتسوق لأن علي ما بيحل تعب وخالد موجود يمنا سوما غير ينذب المسواق براس طرية. That's it guys، مثل ما شفتوا هسه راح أنزل أتسوق أخلص مسواقي وأرجع للبيت. إذا أنتم حبيتوا هذا الفيديو وتونستوا ويانا لا تنسون تسوون تامس سووا هواي thumbs up حتى الفيديو يوصل أكبر عدد ممكن من العالم اللي تحب فلوجات مثل هيجي أو interested بأشياء مثل هيجي. واللي بعد ما سوي سبسكرايب لا تنسون تسوون سبسكرايب هنا أنا. هالمرة راح أحط لكم إياها هنا أنا. لا تنسون تسوون سبسكرايب وأنا أحبكم كلش هواية وأشوفكم على المرة الجاية.